با بالنسبه لي انا ما نقدرش نحكم على المباراه لان ما كانش عندها واحد التاثير وما كانش عندها واحد الاهتمام. بالنسبه لي انا تنظن بان مباراه ماشي استعراضيه وانما يعني ديال لا كومبيتيسيون تخليك يعني دائما يكون عندك الريتم. الحمد لله اليوم شفنا جمهور عريق، جمهور اللي تيسان الفريق ديالو، حاول اليوم باش يساندو ويشجعو حتى لاخر دقائق، والحمد لله تكت اليوم بانهم جابوا الهدف وفازوا في المباراه. كما نقول لك فبالنسبه لي انا دائما هذه المباراه ما نقدرش نحكم عليها وما نقدرش يعني نعطيها شي اهتمام كبير، لان مباراه تخليك بانك تبريباري لا للشامبيونا ولا تشامبيونز ليغ ان شاء الله. يعني بطبيعه الحال فقبل ما نشوفوا الجمهور وقبل ما يعمر المدرجات فشفنا النتائج اللي حققوها اللاعبين، كانوا في المستوى وكانوا مركزين. تنظن دابا رجوع جماهير الملاعب وخصوصا جمهور فريق الرجاء البيضاوي هذا غيعطيك حافز كبير بانك خصك تقدم واحد المباريات في المستوى وتقدم كل ما لديك لهذا الجمهور هذا ولهذا الفريق العريق. شكرا. بارك الله فيك. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.